السلام عليكم يا إخوان، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم الخوت راه فيديو جديد من السوق 2 بني مسكينة الخوت، راه بتاريخ 11/9/2023. كنشكر كاع المغاربة الخوت اللي تضامنوا مع العائلات اللي ماتوا اليوم الخوت في الزلزال، وتحية للبلدان اللي تعاونوا معنا اللي تضامنوا معنا الخوت في هذه المحنة. كنشكركم في هذا الفيديو، وتحية لكاع لولاد الشعب كاع اللي استطاعوا الضامن واخا بقليلة الخوت، تحياتي لهم كبيرة. شنقول لكم الخوت راه ما كاين لا رشوق لا والو، الخوت غنحاول غير ندير لكم شي حاجة الخوت الأثمنة، شي حاجة قريب الحال، وراح نكون كان فوق جهدنا الخوت راه غنديروه. وش غنقول لكم اللي ماشي في المستطاع ديالو يداعى معاهم الخوت، يداعى معاهم وشوفوا معايا الأثمنة اليوم، ورحنا مغاربة الخوت والمغرب راه في الدم الخوت، هذا هو اللي كاين. وتحية لكاع المغاربة، راه هادي هي الوقت شدة الخوت، والله يدير الخير والله يبدل المنزلة والله يصوب. وتحياتي لكم كبيرة، وشوفوا معايا السوق اليوم الخوت، واخا راه ما كاينش الرشوق والله يدير الخير، هذا هو اللي كاين. تبارك الله عليك، الله يبارك الخوت. خرفان مليح تبارك الله. بشحال كنتو وديتهم اخويا؟ 93,600 ياك باش داو الناس. تبارك الله، 93,600 دريال. الله يبارك المشرة ديالهم الخوت، هذا راه المشرة ديالهم. وعطاكم شي حاجة، شي حاجة ديال الربيع باقي على الله ياك، والله يسخر لك. خرفان تبارك الله راه ملاح الخوت، زوينين ديال الكسيبه، كارن ورطاب تبارك الله. الله يبارك المشره ديالهم الخوت، راه 93,600 دريال تبارك الله. الله يبارك، خرفان ملاح هادو، راه زوينين الخوت الكسيبه. السلعه راه سوق راه صغير الخوت ياك، السوق هذا راه صغير والسلعه راه شويه قليله، هادشي اللي كاين. اللي قديت عليه راه غادي نشاركوا معاكم الخوت، والله يدير الخير الخوت. تبارك الله عليك اخويا، تبارك الله عليك، كنشكروك، الله يسر الامور. شي اتجاه اخر الخوت، الله يسر، الله يبارك الخوت. هاد ثلاثة تبارك الله راه نبات زين، مع شحال الخلاص ديالهم ياك؟ 6000 درهم، 6000 درهم الخوت الخلاص ديالهم، 120,000. الله يبارك، ثلاثة ملاح تبارك الله الخوت، هادو راه نبت زين تبارك الله ديال الكسيبة. بحال المشرة شحال الواحد؟ 2000 درهم ياك، 2000 درهم الخوت، 40,000 المشرة الواحد، و 6000 درهم الخوت بثلاثة. الله يبارك، 120 الخلاص ديالهم هذا الخوت. وعطاوك شي حاجة ديال الرباح ولا باقي على الله؟ باقي على الله ياك، الله يسخر لك. يا راه يلاه ديهم 6000 درهم الخوت، المشرة ديالهم على 2000 درهم الواحد، وانا نبات زين الخوت، خرفان راه ملاح تبارك الله، والله يدير الخير. سي الله يسخر لك اخويا، الله يجيب لك التيسير تبارك الله عليك. يا اخوان راه هادشي اللي جاب الله الخوت، هادو هما الجوج، هاد الجوج الخوت اللي تقديت اليوم من 2 بني مسكينة الخوت، الله يبارك. هاد الجوج الخوت راه المشرة ديالهم راه 90,000، ها المليح تبارك الله. هادو هما اللي عجبوني اليوم، راه هما اللي تقديت تبارك الله اليوم. هبط لي رجلو، هبط لي رجلو، الله يبارك. راه المشرة ديالهم الخوت 4500 درهم، واللي بغى من المشاهدين خرفان راه مليح تبارك الله. شي حاجة راه في صالة تبارك الله، وكارنو توب، الله يبارك، شي حاجة راه مليحة الخوت. هادو هما اللي تقدينا اليوم من 2 ديال بني خلو بني مسكين. الله يبارك الخوت، هاد الحولية تبارك الله. شحال بغيتي فيها اخويا؟ 25 ياك؟ 25 والمعتق عطاوك شي حاجة؟ 23 ياك؟ عطاوها الخوت 1150 درهم الخوت 23، وبابا بغى فيها الخوت 25، الله يبارك.
وهذا هو اللي كاين الخوت، راه بغا فيها 1250 درهم. الله يستر لك اخويا، تبارك الله عليك، كنشكروك. الله يستر الامور. حاولي راه زينه الخوت، هذه راه ديال الكسيبه، تبارك الله راك السابيه. ايوا الله يستر لك. يبارك الخوت، هاد جوج خرفان راه مليح تبارك الله. السلام عليكم، كي داير؟ كلشي مزيان؟ عمراني اخويا، الخلاص ديالهم شحال قلت لينا؟ 94 ياك؟ اما جوج الخوت راه الخلاص ديالهم 94، 4700 درهم تبارك الله. الله يبارك. السوق كي داير السوق اليوم؟ التمر راه كاين، السلعه راه شويه قليله، والسوق راه شويه عيان، هذا هو اللي كاين المشاهدين. التمر راه كاين والسلعه راه شويه، الخوت راه ما كاين سلعاش، والسوق تاكو راه سوق صغير، والمشرى راه شويه قليل. اي قول لنا النمره ديالك واللي بغاهم راه يتواصل معايا. 024 95 89 97 ياك، واللي بغاه من المشاهدين راه يتواصل معاك ان شاء الله. سير تبارك الله عليك اخويا. الله يسر لي، الله يسر لي. 4700 درهم الخوت، الرباع عطاوك شي حاجه ولا 100 درهم عطاو لك الحرايفيه؟ وهذا هو اللي كاين. هاتهم الخوت، راه اللي بغى يتواصل معايا، راه المشرى ديالهم 94، 4700 درهم، وعطاوه 100 درهم الحرايفيه. وهذا هو اللي كاين. الله يسخر لك، الله يجيبك التيسير اخويا. الله يبارك الخوت. هذه راه حاوليه تبارك الله. كل حاجه وحسابها هنا ياك. المشرى ما بيناش ليناش، المشرى ما بيناش. الله يبارك. بقاو معنا الاخوان، نوريكم الحاوليه. هذه الخوت راه كانت مكتفه، دابا راه عاد بداو كيسيبوا فيها. حاوليه راه مليحه تبارك الله، والله يدير الخير الخوت. قلت المشرى 32 وكاسكيت اخويا، المشرى كل حاجه وحسابها. عطينا من اخر تمن تال من 32 31، الله يبارك، من 32 31. الله يستر ليهم. حاولي يا زينه تبارك الله، تبارك الله عليك اخويا، الله يحفظك، الله يستر ليكم. مرحبا، مرحبا سي، اييه اييه مرحبا. الخوت راه من 31 32، والله يدير الخير الخوت. هذا هو اللي الله يبارك الخوت. ثلاثة الخوت المشرى ديالهم 49 ياك، 49 الخوت المشرى ديالهم، باش داوهم بحال 2450 درهم، باش داوهم الخوت راه 49000. رفيان راه مليح تبارك الله، الله يبارك. عطاوكم شي حاجة ديال الرباح؟ مازال باقي على الله. 4000 رباح ياك. شحال كاين من واحد مشروب؟ ثلاثة الناس عطاوكم 200 درهم، هذا هو اللي كاين. اللي كاين راه كواد الخوت. المشرى ديالهم راه 2450 درهم، 49 وعطاو 200 درهم ديال الرباح. الله يسر لك اخويا، الله يجيب التيسير تبارك الله عليك. خرفان راه مليح تبارك الله. هذا راه شوية، هاد جوج راه مزيانين، هذا هو اللي كاين. تاكو مليحة كوا شكار، هاكاك هادو راه صرادة تبارك الله. يوالي كاين راه كواد الاخوان، تبارك الله عليكم، الله يسر الامور. الله يبارك الاخوان. قلت لي جوجات بشحال؟ 65. هادي اللي من هنا وهادي، هاد جوجات الخوت اللي من هنايا راه 3250 درهم، 65000 المشرى. وهاد الوسطانية ما عرفتش شحال، هادي الاخوان راه 28، هاي هادي راه 28، 1400 درهم. هادي اللي من هنا سير الله يسخر، هادي ما عرفتش شحال، شحال هادي؟ 32 ياك، 1600، الله يسخر لك. الله يسر لكم. حاوليات راه مليحة تبارك الله، اليوم بعدا راه كاين مليح في الحاولية صراحة، هذا قولي كاين. واخا سوق صغير زوين، ما فين نقى المليح تبارك الله. وأقول لك يا راه السوق ديال بني مسكين، إوا هذا قولي كاين تبارك الله عليك. الله يسر لكم أخويا، الله يسر. بارك الخوت، نعجة الخوت راه والدة حاولية. السلام عليكم، كي داير؟ كلشي مزيان؟ أمور هانية؟ بشحال تقديتي هاد الخير؟
44 ياك النعجة ما عادش دايرة في السن الجامعة ياك راه والدها الاخوان حولية تبارك الله الجامعة ردات السيدة الخوت 44 2200 درهم الله يبارك وكي داير السوق اليوم اخو شوية ياك هيا والله يصاوب هادشي اللي كاين تبارك الله عليك اخويا كنشكروك الله يسهل الامور اخويا المشرى ديالها راه 44 الخوت 2200 درهم نمشيو اتجاه اخر الخوت الله يسهل الامور